ماله جرح اتأخر ليه؟ يا ابو الشعوايد وحدي سيبني، انا اللي عايش عمري عالي من غيره الوحدة بتهد عيني. وماله جرح اتأخر ليه؟ ده مش عوايد وحدي سيبني، وانا اللي عايش عمري عالي من غيره الوحدة بتتعبني. لو الحياة تمر بثانية ترحي معايا ثانية بثانية، عمري ما قلت عليه وفارقني هو كمان ما يقولش عليا. لو الحياة تمر بثانية ولا ضحى بيا. ولو ما جاش من جرح الناس